نختار الله فوق كل شيء، أن نختار أن نحمده، نسبح اسمه، أن نختار طريقه، أن نختار أن نكون شبهه. يعني مش مهم هويني، بس هو بعطينا القوة وبعطينا النعمة. تعال نوقف مع بعض ونعلن أحمدك يا رب بين الشعوب، وسط كل الظروف، وسط كل الأوضاع، بأي لغة بتحكي، بأي صرخة قلبك عم بصرخها، بدنا نحمد الرب مع بعض.
الرب أنا لإلك. كاتب المزامير ما حكاهاش على الفاضي وقال أنا بستيقظ عشان رحمته موجودة علي. عشان رحمة ربنا إحنا بعدنا هون، فإذا بعدك هون معنا بعد في هدف. وصح منسمعها للجملة كتير، وأوقات كتير منتردد ومنعرفش شو عن جد معناها، أو منتساءل شو يعني بعد علي هدف. أهدافنا مرات بتكون قريبة ومرات للمحل الأبعد، بس هدفي وهدفك إنه نعيش أحسن بأحسن طريقة منقدر عشان حياتنا تعكس مجد ونور الله، عشان لما الناس تطلع علي وعليك تقول فينا إشي مختلف، مش عشان شكلي ولا عشان كلماتي ولا عشان تصرفاتي، بس عشان كل إشي فيي مفروض يعكس مجد الله، يعكس مين هو. وعشان ينفع نعكس مجده لازم نعرفه أكتر، صح؟ بنفعش أحكي عن حدا، أجي أعرفكم عن حدا وأنا بعرفوش كفاية إني أعرفك عليه. فعشان أنا وإنت نقدر نعرف العالم اللي حوالينا على الله، إحنا بحاجة نعرفه بالأول، وإحنا بحاجة نطلب منه يفتح عينينا عشان إحنا نشوفه. فهي صرخة قلوبنا بالترنيم الجاي، افتح يا رب عيون شعبك عشان نشوفك، عشان نعرف من أنت، عشان نقدر نعكس مجدك للناس اللي حوالينا.
إذا في حدا من عيلتك أو من صحابك موجودين حواليك، برفع تحط إيدك على كتفهن أو تمسك إيدهن أو أي شيء. بس بدنا نعلنها كعائلات، كأفراد، كجماعة بالكنيسة، مش بس أصواتنا ترتفع ككنيسة إنه يا رب احفظ بيوت عبيدك، بس كمان إحنا كعائلات بدنا نعلنها. فوين ما أنت قاعد، وين ما أنت موجود، برفع تمسك إيد الحد اللي حدك أو تحط إيدك على كتف الحد اللي حدك. أصدقاء، عائلة، قرايب، وبالآخر كلنا كنيسة وكلنا عائلة، بس مهم إنه نتحد فيها. فتعال نوقف مع بعض وبس نعيد البيت الرابع كمان مرة، ويكون صرخة قلوبنا يا رب إحنا جايين في هذا الوقت بنعلن ككنيسة كعائلة واحدة إنه إحنا لإلك، إحنا طالبين حمايتك يا رب في هذا الوقت، طالبين حمايتك على بيوت عبيدك، إنك أنت تحفظنا، إنك أنت تعطينا سلامك، تعطينا هدوءك، وتساعدنا يا رب إنه صوت الترنم ما يفرقش أفواهنا، ما يفرقش أفكارنا، ما يفرقش بيوتنا، لأنه بالترنيم وبالتسبيح ممالك إبليس بتتزعزع. بالترنيم وبالتسبيح أنت بتنصر في كل معركة، بالترنيم وبالتسبيح أنت بتغير الأجواء كلياتها. فإحنا جايين في هذا الوقت يا رب ومنرفع صوتنا كعائلة واحدة وككنيسة واحدة قدامك، واللي عم بيحضرنا عبر المواقع كمان ارفع صوتك معانا، مع عيلتك، مع الأشخاص الموجودين حواليك، طالب الرب في إنه يتراءي لإلك، في إنه يحكي لإلك، في إنه يتقابل معك في هذا الوقت بلمسة، بهدوء، بسلام، براحة. واعلن بيوت عبيدك تحفظها، واعلنها بإيمان وبثقة إنه هو بيقدر، لأنه هو القادر أن يفعل فوق كل إشي إحنا بنتصوره أو بنتخيله. بيوت عبيدك تحفظها، تمد إيدك وتصنها، صوت الترنم يغمرها، تيجي بحضور عجائب. أنت وحدك القادر، أنت الإله اللي منآمن فيه، أنت إله السلام، إله المحبة، أنت إله العطاء. وعشان هيك بعتلنا ابنك بخطة عظيمة عشان يموت عشاننا على الصليب ويعطينا حياة أبدية. ساعدنا نتذكر أنه إحنا موجودين هون بسبب رحمتك، بسبب نعمتك، بسبب حنانك اللي كل يوم بتجدد علينا.
شكرا انه لما بنفوت بننام فيش حاجه نحكي لهم بكره، لانك انت ماسكه، انت هناك وبتستنانا نوصل وبتستنانا نعيشه باحسن طريقه ممكنه، نعكس فيه مجدك، نعكس فيه محبتك ونورك للاشخاص اللي حوالينا. والموسيقى عم تعزف، انا رح اسكت نص دقيقه. ركز عينيك على كلمات الترنيم الجاي، بتقول ليس مثل الرب، هو قدوس. كلماتها بسيطه بس انا بامن انها بتهز السماء والارض. واذا الملائكه بالسماء عم بترنم قدوس قدوس، ما عندناش كلمات تانية نحكيها غير نرنم معها. فبالنص دقيقه الجاي انا رح اسكت والموسيقى رح تكمل تعزف قبل ما نرنم الترنيمه. حط قلبك قدام الرب، واذا مش عارف شو تقول له قول له يا رب انا جاي. انا كتير مرات هيك بقول له، وعنا ملائكة بالسماء ترنم معنا. قول يا رب أنا جاي أرنم مع الملائكة، أقول لك أنت قدوس. Thank you.
كلمات مش دايما مني لإلك، هي من الله لإلك. تعال يا رب، تعال بسلامك على بلادنا، تعال بسلامك على أرضنا، تعال بسلامك على كل قلب عم بصرخ لإلك في أي محل في هاي الأرض، في الدول اللي حوالينا، في الشرق الأوسط وإلى أقاصي الأرض. أنت قلت إنه كلمتك للكل، محبتك للكل، نعمتك للكل. بشكرك يا رب لأنه بتميزش ولا حدا فينا فوق حدا تاني. شكرا لأنه كلنا غاليين في عينيك. شكرا إنه بصمتك محطوطة علينا وفيها أنت بتقول أنا بحبك وأنا بحبك وأنا بحبك وأنا هون عشانكم وأنا بظهركم. ساعدنا يا رب نعرف أنه أنت واقف معنا، وبالتسبيح وبالترنيم وبالصلوات منرفع قلوبنا قدامك ومنقول لك تعال يا رب، نصرخ لك تعال وانفضنا من التراب، انفضنا من الوحلة، انفضنا من الأسى والوجع والألم والضعف والتعب، ومنقول لك تعال استيقظ في وسطنا، خلي إيدك تستيقظ في وسطنا، تتعامل معانا، تتعامل من خلالنا. صلواتنا مش لإلنا بس، بدنا إياك تتعامل من خلالنا للأشخاص اللي حوالينا، لأنه الناس بحاجة لإلك، العالم بحاجة لإلك. ما تسمحش إنه عينينا تكون مغمضة وشبابيكنا مسكرة ومش شايفين شو عم بيصير بالدنيا اللي حوالينا. ساعدنا إنه نمد إيدنا لبرا، لأنه من خلال مدة إيدنا أنت بتمتد، من خلال كلماتنا أنت بتحكي، من خلال تعاملاتنا أنت بتتعامل. تعال يا رب في هذا الوقت ومد إيدك بالبركة، بالخير، بالهدوء، بالسلام، بالمحبة، بالشفاء، بالنعمة وبالراحة وبالأمان. جايين لعندك في هذا الوقت يا رب، منقدم لك أحسن ما عنا واللي ما عناش إياه نستناه منك، والقليل اللي عنا منحطه قدامك زي المرأة اللي قدمت لك فلسين. ما تسمحش أن نكون بخلة بالعبادة اللي منقدمها، ما تسمحش أن نكون بخلة بالعطاء اللي منعطيه، ما تسمحش أن نكون بخلة في المحبة اللي منشاركها، لأنه أنت ما بخلتش علينا وعطيت كل شيء عندك وأغلى ما عندك، دفعت فينا ثمن كبير. ساعدنا يا رب ما نعيشش ولا لحظة كأنها مفهومة ضمننا، لأنه مش عادي أنه عندنا دينين تسمع، ومش عادي أنه عينين عندنا عينين تشوف، ولا عادي أنه عندنا توم يحكي أو يتذوق الأكل الزاكي. هاي كلها نعم منك. نقدم لك في هذا الوقت تسبيحنا، هتافنا، صرخات قلوبنا، تقدماتنا وعطيانا منرفعها قدامك. بالقليل اللي عندنا من باركك، ومن آمن أنك أنت بتضاعف أضعاف أضعاف، زي ما أشبعت 5,000 بخمس خبزات وسمكتين. أنت قادر. تعال نوقف مع بعض ونعلن في الترنيم الأخيرة، استيقظي، انتفضي من التراب. قول لنفسك، قول لأفكارك، قول لنفسيتك، انتفضي من التراب، لأنه هو جاي، هو سامع. إحنا علينا نترنم، بيقول البيت السادس، ترنمي وانشدي وافرحي وهللي. تعال نوقفها مع بعض، نعلنها بإعلان قوي وبثقة الأبناء في أبوهن إنه هو بيقدر.